السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إلى أبنائي الطلبة في مدرسة سهيل بن عمرو، حياكم الله وإياكم وأهلا وسهلا بكم. أريد أن أتكلم معكم في بعض المواضيع التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وينفعكم بها. الموضوع الأول الذي أريد أن أتحدث به معكم وهو موضوع الصلاة. للأسف كثير من الناس يظن أن الصلاة شيء ثقيل وأنها يعني شيء يعني يتعب الإنسان والتزام وغير ذلك، لكن لو نظرنا إلى الصلاة بنظرة أخرى وهي أن الصلاة صلة بينك وبين الله تبارك وتعالى، أن الصلاة راحة، أن الصلاة متعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها، يعني يفرح يسعد إذا جاء يصلي. لماذا؟ لأنه يناجي الله. إذا استشعرنا أننا نناجي الله، تذكروا دائما قول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عش الصلاة بهذه الطريقة ستجد لونا آخر وأمورا أخرى طيبة تسعد بها، ستحرص أنت على صلاتك.